ايوه، بقي السؤال هنا فين تنعقد الجمله؟ في عدد ولا في صنعه؟ في صنعه، انه انت مستهدف، انا لن يسمحوا لك مراكز القوى والكذا بتحقيق الوحده. احسن شيء تنعقد في عدن. هنا كان في تخوف من الحزب في عدن، صار اخذ ورد. فين تنعقد هذه القمه؟ في صنعاء هم متخوفين واحنا متخوفين من عدن، كل واحد متخوف. اتفقنا انه يصير في الحدود، حدود المصطنع بين الشطرين. قالوا لا، اختاروكم الاثنين. كيف وما هو؟ قالوا لا، انتم مستهدفين. هذا الكلام جاي من القياده بين الاخوان في الجنوب، انتم مستهدفين. طيب لازم تنعقد القمه، شو الحل؟ جاءت افكار، طيب ليش ما يكون اللقاء في سفينه؟ قالوا برضو حتضرب السفينه، يعني القوى التي لا تريد تحقيق الوحده. طيب اذا تركبوا طياره وتنعقد القمه في الجو. طبعا هذه من افكار كان زميلنا وصديقنا وزير الدفاع صالح مصلح، وكان شجاع ووحدوي، كان من الطراز الاول وكان وحدوي. فلكن هناك في صراع داخل الجنوب بين جناح عبد الفتاح اسماعيل وجناح علي ناصر وجماعته. هم يسوا يتخلصوا من عبد الفتاح ويطرحوا له هذا المخاوف انك مستهدف، ويطرحوا المخاوف هنا في الشمال انك مستهدف، اذا تبطل القمه. كل هذا مماطل من اجل عدم استئناف القمة اليمنية لأن تطلع على نتائج لجان الوحدة. في نهاية المشوار اتفقوا على علي ناصر انه يطلع إلى صنعاء، سميناه اتفاق 13 يوليو، موجودة في كتيب حققها أو نزلها الأستاذ إيحاء العرشي، وثيق الوحدة. فيطلع علي ناصر لهنا، طلع علي ناصر مع وفد، وتم الاتفاق على استئناف لجان الوحدة، واطلعنا على ما تحقق وتجميد أعمال الجبهة الوطنية والوحدة القديجاية، وشغلة كبيرة طبعا، شغلة طويلة. كانت الأحداث جاءت بعدين نزولي إلى عدن 81 82 أتذكر، وشكلنا المجلس اليمني الاعلى على طريق تحقيق الوحده. المجلس اليمني الاعلى الذي يقول علي ناصر الان انه هو الحل، وتنتهي الوحده الاندماجيه ويكون المجلس الاعلى. هذا عرض عبد الفتاح علي ناصر في ازمه 93 94. قبل ان استعرض هذا الموضوع، احنا كانت البدائل تحسنت الاوضاع في الشمال اقتصاديا وعسكريا وامنيا، فدينا رساله للجنوب وذهبوا بها يحيى العرشي وجماعه معه، وطرح لهم المشروع التالي: الوحده الفدراليه، الكونفدراليه، الفدراليه الاندماجيه، شيء لا بد منه. وعلى الاخوان ان يختاروا يا الفدراليه يا الكونفدراليه يا الاندماجيه. اخذوا بخيار الاندماجيه. قلنا يا مرحبا. كان عندهم معلومات ان المعارضه في الشمال بما فيها الجبهه الوطنيه ستنسق معهم ويتحالفوا معا، وفي نفس الوقت يطلع حكم اليمن برئاسه الحكم بقياده الحزب الاشتراكي اليمني بحكم تحالفهم مع المعارضه، سواء كانوا من مخلفه الامامه او من الحزب او من الجبهه الوطنيه. كان هذا في الخيار. هل كانوا مخترقين الجيش حينها؟ لا، او ما كانش في اختراق يعني. فجاءت الوحده تحت هذا الشعار، الوحده الاندماجيه، ماشي الحال. اقتربنا من الفتره الانتقاليه، قالوا جددوا فتره انتقاليه اخرى، فعندنا فتره انتقاليه اخرى. بعدين اصرينا على الانتخابات،
جاءت الانتخابات، فكان يعتقدوا في تحالف ان تحالفاتهم ستجيب لهم الاغلبيه. تحالفوا ما جابوش الاغلبيه، المؤتمر باخذ الاغلبيه. ليش؟ ورغم انه ما اخذ 122 مقعد من 301، نتيجه المؤتمر نافس نفسه بنفسه، ولكن ياخذ اغلبيه كبيره ساحقه، لكن تنافس مع بعضهم. فبقيت المحافظة الجنوبية كلها مع الحزب الاشتراكي. كيف؟ ما عندوش في التفاصيل، التفاصيل مؤلمة شوية. وطلعت نتائج الانتخابات ل 93. 92 93. طلعت كما هي. الحزب الاشتراكي أخذ 48 أو 50 مقعد حق الجنوب. والبقية تنافسوا فيها الإخوان المسلمين والمؤتمر الشعبي العام والبعثيين والناصريين هنا ومستقلين، وطلعت النتائج. أتذكر كلمة لعلي البيض وإحنا في غرفة العمليات، كان بيقول أتمنى لو أخذ عدد من المقاعد للمؤتمر الشعبي العام والإصلاح في المحافظات الجنوبية. الآن ما دام أخذت المقاعد بأغلبية في الجنوب يستطيعوا يجتمعوا ويعلنوا انفصال. آخر يوم نتائج الانتخابات البرلمانية يستطيعوا يجتمعوا ويعلنوا الانفصال. قلنا لا، يعني هي لأول مرة وأول تجربة، لكن أجت التجربة الثانية وتنهي هذا الوضع التشطيري. جاءت الانتخابات، بدأت الأزمة 92-93، بدأت الأزمة تتشدد وبدأت أصوات ترتفع على الوحدة، واتهامات بالاغتيالات واتهامات بالكذا، كل واحد كان يتهم الطرف الآخر. وإذا هو قدوا قرار بالعودة إلى ما قبل 22 مايو، مش كل الحزب، جزء من قيادة الحزب اتفقت مع بعض القوى السياسية الخارجية وعلى العودة باليمن إلى ما قبل سنة 90. تصاعدت الأزمة، أفضت إلى حرب 93، وكانت الاتهامات عبر وسائل الإعلام كل واحد يقول هو الذي فجر الموقف، هم فجروا الموقف في عمران. باعتراف الضابط موجود قائد كتيبة دروع موجود حي يرزق، هو الذي بدأ بتفجير الموقف بناء على تعليمات من الحزب. فتفجر الموقف في عمران، في ذمار، في صنعاء، في عدن، في أبين. تفجر الموقف، انت أفضت إلى الحرب حق سنة 94. 94 التف الشمال والجنوب كشعب ضد الانفصال. قل لك قليلك كانوا مع الانفصال. وانتصرت الشرعية، مش صحيح. الأطروحات والمقالات اللي تطرح أنه الشمال انتصر على الجنوب هذا مش صحيح. لن تكون حرب شمالية جنوبية، حرب بين شرعية دستورية، شرعية دولة الوحدة وعناصر انفصالية. انتهت الحرب بانتصار شرعي وخسائر في العتاد، في الأموال، في الاقتصاد، في الكذا. كان الشرعية في اليمن لوحدها تقف على قدامها، ما حد معها. لكن بالنسبة للإخوان المفصلين كان وراهم دعم خارجي ومال خارجي كثير، ومع ذلك انتصرت الوحدة وانتصرت الشرعية. لأنه إحنا منذ البداية ونحن طارحين الكونفدرالية، الفدرالية الاندماجية. الآن أصوات تطلع من بعد حرب صيف 64 على الكونفدرالية وعلى الفدرالية وعلى فك الارتباط. طيب أنت قيادة الحزب الاشتراكي الذي دعا إلى الوحدة الاندماجية. طيب خلوني أستذكر معاكم فخامة الرئيس أنه في عام 90 لما كنت يعني في سيارة واحدة مع علي سالم البيض، كيف وصلتم في يعني الى 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 قناعات مشتركه؟ لا اعرف انا ماذا دار في الحوار،
لكن توصلتم الى القرار. شوف انا بقول لك توصلنا واحنا راكبين في سياره واحده، بتذكر كنا بنكت او نضحك، يجب ان تحقق الوحده، لا تدخل الوحده النفق المظلم، ودخلنا النفق، فيجب ان نعكس ان دخولنا الى النفق هو الانفراج وتحقيق الانتصار للوحده، توحيد العمله، النشيد الوطني، تشكيل الحكومه، تشكيل البرلمان، انه البرلمان شكل من مجلس الشعب الاعلى، ومن البرلمان الذي كان موجود في الشمال ويسمى مجلس الشورى، وتشكل الحكومه وتعطى الحكومه لحيدر العطاس، ويعطى مجلس النواب للاخ ياسين سيد نعمه في اطار التسويه من اجل الحزب، ويقربون الناس للوحده، لانه كل ما كان يحكي معانا البيض يقول فلان متالم ما يشتوش الوحده لانه عن حيكون شكالكم انه كان في ضغط عليه بعدم يعني من الحزب. في ضغط عليه من اللجنه المركزيه من عدد من الناس عسكريين ومدنيين، ومنها الضغط انه توزيع المناصب. فطبعا لما تجي على توزيع المناصب وتعود للاتفاقيات الوحدويه سواء كانت في الاردن في عمان هذا في طرابلس او في الكويت او في الكويت او في القاهره، هو طبعا حسب التعداد السكاني هيكون توزيع الحقائب وتوزيع المقاعد والمناصب العليا حسب التعداد السكاني. فمن اجل تحقق الوحده قال اشي رئاسه الوزراء، قلنا شل هذا وانتو في السياره ايه قال اشي مجلس الشعب مجلس النواب، كل ما طلبه قلنا له اوكي، احنا عندنا هدف استراتيجي هي الوحده، ما احناش حول اطماع المناصب، تتحقق الوحده وينتهي التشطير ونقدم ما نقدم. هنا زعلوا في الشمال، انت كيف تقدم هذا التنازلات؟ من الاشخاص اللي كانوا يطرحوا هذا الموضوع في الشمال؟ كثير من الناس، كثير من الناس، لماذا تقدم هذه التنازلات؟ تسلم رئاسه مجلس النواب، تسلم رئاسه الحكومه في الوقت الذي اتفاقيات طرابلس والقاهره والكويت انه حسب تعداد. كنا من اجل الوحده فنضحي، فكان عندنا صوت قوي مع الوحده فليكن. ما كانش في خوف في هذه الفتره من ان تعود موجه الاغتيالات يعني بسبب موضوع الوحده انه اصبح يعني لا لا ما كانش في ما كان في نهائي ما كان في، فلتتحقق الوحده ونقدم اي تنازلات. فمشيت الوحده ومشينا في 90 91 في عرس جميل سواء في الشمال او في الجنوب، انتهت المخاوف وانتهت الضايقه هذه اللي كانت لدى الشماليين ولدى الجنوبيين. عرس بس كان في تخوف من القوى الاسلاميه في الشمال، هذا كان لدى الحزب الاشتراكي كان يقول من القوى الاسلاميه. نعم قلنا لا ابدا، احنا يجب ان هذه قوى موجوده والتعدديه اعلنت رغم ان انتم ذي فرضتوا التعدديه هم، والا احنا كنا ملتزمين باتفاقيه طرابلس التنظيم السياسي الموحد لفتره انتقاليه وبعدين تعلن التعدديه. قالوا لا تعدديه حزبيه فليكن. فكان مخاوفهم من الحزب الاشتراكي من القوى الاسلاميه، منها حتى المعدات العسكريه والاسلحه والمخزون خذوها وزعوها على القبائل. سالتهم لماذا توزعوها؟ قالوا احنا ما بش معنا الا القبائل والحزب، نزاع الحزب، انتم معاكم جيش ومعاكم اخوان مسلمين. يا اخوان هذه ممتلكة الدولة نبيها مع بعضها. فاجاب لي البيض بنفسه شخصيا قال احنا مش معنا الا الحزب، نسلح الحزب، خايفين على انفسنا. بدات الازمة تشتد وتطلع في ذلك الوقت. افضت الى ما افضت اليه. المؤتمر هنا في الشمال مع الإصلاح تحالف للوحدة من أجل الوحدة، واجتمعوا وقاتلوا من أجل الوحدة، لأني أسمع ذا الحين أنه الأخوان في الإصلاح يشتوا يعتذروا، اعتذروهم شركاء أساسيين في الوحدة، لكن شركاء أساسيين تحت هدف إيش؟ أنهم يكونوا شركاء أساسيين ويحلوا محل الحزب الاشتراكي في مفاصل السلطة، وهذا ما تم
وتحالف